السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. فيديو اليوم راح نتكلموا على سعيد بن رحمة. نوعا ما تأخرنا احنا على الفيديو بسبب ماذا؟ بسبب أننا كنا نبحثوا في الصحافة الإنجليزية، فلربما تتكلم على لعب هذا الفنان، فلربما يتكلموا اسكو تشيلسي ما تراجعش في رأيها، ولامبارد كي نقول تشيلسي يقول لامبارد ما يتراجعش في رأيه ويعاود يتعاقد مع سعيد بن رحمة الجوهرة الجزائرية، لكن الصحافة الجزائرية الصحافة الإنجليزية ولا حدث، كانوا اللاعب هذا ولا شيء. الشيء اللي يصنعه سعيد بن رحمة قليل في الدوري الإنجليزي، صحيح أنه بريمير شيب مش نفسها بريمير ليج، لكن فنيات اللاعب سعيد بن رحمة والمراوغات نتاعو ارتيست، نعطيك من الاخر، جيبها من الاخر، ارتيست فنان، الصحافه الانجليزيه ما تكلمش عليه. الشيء اللي يدير فيه سعيد بن رحمه اني قلتها ونعاودها ومسؤول على كلامي، ازار، وكاين لقطات ما يديرهاش ازار يديرها سعيد بن رحمه، بصح ما يتكلموش عليه. لماذا؟ جنسيه، مليار مره كي نقول الجنسيه الناس ما تصدقش، والناس ما يقول لك هذا يخرف شرب يهدر، هذا يكسرنا في ريسانا، جنسيه جنسيه ما عندها ما دخلها الجنسيه. انا كيما لما قلت كاي هارفرتس راح يلعب، راح يحوس ويجري من وراه باش يتعاقدوا معاه تشيلسي والكلوب يعني تاعو ليفركوزن، راهو يشوف ويفكر باش يعطيهم اسوم عاليه. صحيح انا لعب هذا دوري الماني وكذا وكذا، بصح اسكو فنان كيما بن رحمة؟ نحكوا على الجانب التقني، نحكيش انا اللاعب والدولي الماني وهداف وقوي وسريع و... الجانب الفني التقني ما يلحقش سعيد بن رحمة، بصح سعيد بن رحمة ولا حدث وما يهضروش عليه خلاص. صحيح يلعب في البريمير شيب، بصح فنان، سعيد بن رحمة فنان ارتيست، تشوفوا واش راه يدير، فنان سينما، هذا اللي يدير في السينما والفن وكرة القدم احنا نعرفوا هي فن، باش تشوف مقابلة من أجل أهداف وبلا ما فرجة ما عندها حتى بنا. الفنيات والفن في كرة القدم هو ملح نتاع الطعام. سعيد بن رحمة يدير لك يخليك تتفرج مقابلة، يخليك تشوفها تستمتع، يدير لك المتعة في كرة القدم، ما يهدروش عليه. ولامبارد خلاص صرف النظر عليه، راح يحوسوا على كاي هافرتس، لانه لماذا؟ دولي الماني، فرق انه عندك جنسيتك المانيه وفرق انه جنسيتك جزائريه. جنسيه جزائريه يقول لك هذا وش هي؟ جنسيه جزائريه عندها كره مريضه داخله فيها الدوري الجزائري، صحيح انه لاعب مغترب لكن داخل ايضا فيها الدوري الجزائري، الدوري المريض. اذا عيب يعني فرانك لامبارد دمن في كاي هافرتس ورام يجرو ليل ونهارا كيفاش يقنعوه، وحذاه لامبارد، حذاه واش حذاه فرانك لامبارد؟ حذاه ازار دو حذاك ما تجيبوش لانه لاعب جزائري. فهمتوا درك علاش الف مره نقول لكم خاوتي الجنسيه تلعب دور كبير وكبير، دور كبير وكبير. اذا الفيديو اليوم فيديو قصير، حبينا نبينو للناس اللي يقول ما كاش منها جنسيه ما عندهاش دور، لا عندها دور يا اخي، ودور كبير جدا، جنسيه عندها دور كبير جدا، الماركتينغ تاع بلاد نتاعك عندها دور كبير، لما يحطوا قميص سعيد بن رحمه بتشيلسي يتباع في الجزائر ويكون اوريجينال، شكون اللي يقدر يشريه قميص اوريجينال بمليون ولا بزوز ملايين؟ ما عندكش تسويق، ما عندك شركات لتسوق، كاش بينما اوروبا تسويق سهل. فهمتوا علاش الجنسيه تلعب دور كبير؟ كون عندك دوري فاشل، دوري محلي تاعك فاشل، تاع الشراء وتاع الكوكايين وتاع الترافيك وتاع داخله ايضا في اللعب عديد من المعطيات. اذا الجنسيه تلعب دور كبير، سعيد بن رحمه جنسيته جزائريه، تهتم به الا الفرق الصغيره، اما الفرق الكبيره صعيب باش تهتم بلاعب جنسيته جزائريه، لازم يكون جنسيته المانيه
او انجليزيه او ايطاليه ولا الجنسيات الاوروبيه. للاسف هذه هي كره القدم. نتمناو من لامبارد يعاود يراجع حساباته لانه راح يضيع جوهره بالنسبه لي. صعيب الرحمه جوهره كبيره. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.